رحلتي بحث عن مدرسة مناسبة لإبنائك في إسطنبول. هل ما زلت حائرا تبحث عن مدرسة مناسبة لإبنائك؟ هل الخيارات في إسطنبول صعبت عليك مهمة الاختيار؟ إجابتك على الأسئلة التالية ستساعدك على تحديد الخيار المناسب لك. بداية، اسأل نفسك: ما هو نظام التعليم الذي تفضله لدراسة أبنائك؟ أمريكي، بريطاني، عربي أم تركي؟ بعد ذلك، هل تريد فعلا الاستقرار والعيش في تركيا؟ أم أنها مجرد رحلة مؤقتة وعابرة؟ إذا كنت تريد الاستقرار، فأمامك خياران: المدرسة التركية الخاصة أو الحكومية. أما إن كانت رحلة عابرة، فأنت أمام عدة خيارات: إما المدارس الانترناشنال، الأمريكية أو البريطانية، أو المدارس الدولية بإدارة عربية بمنهاجيها العربي أو الإنجليزي، طبعاً مع اختيار المنهاج المناسب لك في حال اخترت اللغة العربية: يمني، لبناني، عراقي أو غير ذلك. ثم بعد ذلك التكاليف المالية والميزانية. لا ننسى أيضاً المسافات، قرب وبعد المدرسة عن المنزل. وانتبه هنا لتكلفة المواصلات ومدة الذهاب والعودة، وكذلك أهلية المدرسة. وللتأكد اذهب إلى المدرسة وراقب واطرح الأسئلة وانتبه إلى ما يلي: المعلم، هل المدرسة تقدم دورات لتدريب المعلم وتطويره؟ هل تهتم المدرسة بتنمية المجالات الاجتماعية والتفاعلية أم تكتفي فقط بالتلقين من دون تنمية مهارات التفكير العليا؟ المنهاج، ما هو المنهاج المعتمد وما هي قوة اللغات الأجنبية الموجودة؟ المدرسة، هل تقوم المدرسة بتفعيل وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل المكتبات والمختبرات وغير ذلك؟ المباني، هل تتبع المدرسة معايير المبنى الصحي المضاء الذي يوفر الراحة والأمان للطلاب؟ وما هي درجة رضاك عن الخدمات المقدمة لأطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة؟ المجتمع المدرسي، ويتضمن الإدارة ودورها كأسرة كبيرة تحتوي الطلاب وتوجههم في مجالات القيم والأخلاق واللغة العربية ونشر الوعي والاهتمام بالتاريخ. وأخيراً، حاول أن تعرف تقييم الأهالي وأيضاً المدرسين للمدرسة.